والكاريكاتير بطبيعة الحال للكاريكاتوريست ستافرو جبرا. ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار الإسرائيلي بالانسحاب من بلدة الغجر. وطبعا الكاريكاتير يتحدث بطبيعة الحال وكما العادة عن نفسه، وهذا الرسم الكاريكاتوري للكاريكاتوريست ستافرو جبرا من الصفحات الداخلية من صحيفة البلد بعدد الصادر لصباح هذا اليوم الجمعة 19 تشرين الثاني 2010.